بابا يا شمشون، عايزك في موضوع ضروري. تعالى يا حبيبي. انا عايزك تعلمني حاجة يا بابا. ايه يا ابني؟ ماما عمالة اطلب منها البيض العين وهي ما مش فاضية يعني تعملولي، وانا بقالي كتير بطلبه منها ونفسي فيه. بيض العين؟ عايز تاكل بيض؟ بيض عين يعني؟ ينفع طب بقى تعلمني هو بيتعمل ازاي؟ اعلمك؟ أجل يجب ان اعلمك البيض المقلي العين. هيا بنا يا سمسم، هيا بنا إلى فلا المطبخ اخرج من تحت القوقعة. أجل هيا بنا لنعمل يلا بينا البيض العين. الى البيض. فلاش فلاش اول حاجة يا سمسم، ليه شمر كمك. يلا بينا. ركز هنا، الطاسة دي، الطاسة دي تحط كده. انا هعرفك دلوقتي سر من اسرار البيض. العم طاطا، اريد البيض لا مش ده، نزين ايد دي. اول حاجة حط الطاسة على النار كده اهو عشان تسخن. تاني حاجة، ما هي ثاني تحط حاجة؟ قطعة من السمن اللذيذ، يعني تقدر تقول ملعقة. وبعد ما تحط بعضا من السمن تقوم بتكليبهم جيدا جيدا يبقى حتى يتحمرون. كده اتحمروا، وبكده احنا عملنا اول خطوه في البيض العين. طيب ماذا سنصنع الان بعد ان قضح السمن؟ سنضع عليه البيض. بس بقى ركز معايا في الحته دي، ركز معايا في الحته دي، ماشي. الحته دي مهمه قوي. البيض بتحط يولع نور يسوح ريحته وحشه. السمنه ولعت، السمنه اتحرقت. استنى بقى، استنى استنى بتهدى شويه. اول حاجه لازم تفكش البيض وتنزله بعينه بهذا الوضع فيقوم بالفرقعه. تاني حاجه تضرب بيض كمان. تالت حاجه تضرب البيضه الاخيره بالملعقه، وبكده يا البلوب احنا عملنا اول خطوة في طريق البيض المقلي العين. عندنا هنا خطوة خطيرة لازم ناخد بالنا منها. ما هي؟ ايه هي؟ الوقت اللي بينضج فيه العين، يعني العين والتانية والتالتة كده بينضجوا، بص هذا وقت النضج. لازم نضع لهم بعض الفلفل الاسود. وبعد ان نضع الفلفل الاسود يجب ان نضع بعض الاملاح. واحنا بنعمل الاملاح ناخد خط طول نشيل الزلال، وده اهم حاجه بيخلي البيض زفر. نشيل الزلال اهو، الزلال اهو، شايف اتسحب؟ اتسحب دلوقتي مع الفلفل الاسود عشان تلاحظوا. بص اهو جمعت الزلال، ده هو اللي بيعمل مزلقه على وش البيض الاومليت، يقوم اللي قصدي العين، يقوم يخلي الناس تقرف. اهو طلعنا الزلال، يقوم يخلي الناس تقرف من البيض العين مع انه مغذي جدا جدا جدا. وبكده يا سمسم شايف الزلال اهو، الزلال نزل في قلب الايه، الطاسه كده اهو بيستوي. وبكده ان احنا شلنا الزلال اللي طعمه بغيع، اللي هو بيبقى عامل زي البلوزة، واستوت البضابيد اللذيذة. وبكده انت يا سمير يا ابني عرفت طريقة البيض المقلي. أجل عرفت ازاي تعمل البيض العين؟ أجل.
وازاي تعمل البيضه الرموش. أيوة. دي رموش دي، دي بيضه العين دي بتعيط. بص بص البيض ده، دي العين دي سليمه والعين دي سليمه، العين دي بتعيط عشان هما المفروض كل عينتين لواحده، يعني هما كده ثلاثه، يعني كانوا عايزين بيضه رابعه هنا عشان العين دي ما تدمعش، بس هي دمعت يا عيني. بص عماله تعيط، عماله تعيط وتنزل صفاره اهي. يجري 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 يجري. هاكلك هاكلك، ما تقلقيش ما تقلقيش، مش هزعلك خالص. سمسم. نعم. اتعلمت طريقه البيض المقلي؟ اجل. عرفت طريقه العين؟ اجل. حبيبي يا سمسم، ارجع للصومعه بتاعتي انام تاني. الى البيات الشتوي، جود باي.